مشاهدينا الاعزاء عبر ميديتك، معنا اللاعب عمر بادحدح. اولا نرحب بك. اهلا وسهلا فيك حبيبي. نبارك لكم الفوز والتاهل بثلاث نقاط. حدثني عن فريق الريدز ومشاركتكم بهذه البطوله، وين ممكن توصلون؟ اول شيء بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الله يبارك فيك حبيبي. قدمنا مباراه ممتازه الحمد لله، استحقنا ثلاث نقاط وما قصر اخواننا في الراقي. فريق الريدز فريق جديد وقادم باذن الله في البطوله، باذن الله بنوصل لابعد شيء باذن الله، نهائي البطوله فعلا باذن الله. كاول مباراه لكم وكافتتاح بطوله اليوكي، تقييمك مبدئيا عن هذه البطوله؟ والله ما شاء الله واضح التنظيم الان، مباراتين تنظيم كويس ما شاء الله، الله يوفقهم يستمروا، بس عتب شويه على الوقت بس، والله ما شاء الله بدايه ناجحه، الله يوفقهم. شكرا لك. العفو حبيبي.